براستي اف شر الرقعة شابوي هفالا خو تبلي كرنيني بناوي سوريا الديمقراطية او نزا مشروع كيوان هي د سوريا بكينج سوريا ديمقراط ازبي مش في هاوي اهداف يواني اي دور هنن بيترج اي عسكريني انا كاتيد او اهداف نيواني سياسي هنن جبي هزا هاند بناوي سوريا الديمقراطية ونب هزا يفكيد تيت شاردكن درن لجيكي نكردي وشر بكن ترسك مزن هي بب مسألة كردية وعربتي وأم وكرد إما أم دنارن جو أم سينوري خو باريزن بق شلشكر ما أو بيشمرج ما يجو هبن من كردستان باريزن أم هرن دفرن دين وب بازار سياسي وش مسألة أم بنا أم دارن شاشة في أشر قوة سوى ديمقراطية دس بيكر ديجي داش للرقي اوایا او هدف فائدې ضمانات امریکي بخواز دي اعترافي فدراليه او رجافه شمال کوردستان شمال سوریا او فداوي ازبینم فدا غیر تجاري به بش حلبي بدعات به منطقه خاصه محاصر منطقه وريان شمال کوانګرتي فامن فز تجاري بيج سوق او تجاره وان اقتصاد شعبي رواشي وكيد فيدك به ضمانات امریکي بده سر فدراليه اعتراف کې دي اعتراف کوک دولي به هبونه شر رقا بالنسبة لكردار يعني كرد وقت نتواجه بيك هاتي سوري فبيجو ما أوجي بهمو أفكاري خود هندري سوريا ده اللي كيدر بد دباريام ده ذي كو بشدار ببن جناحيا كردي ده ولا رقا في ده الكردار بب أزنا باورم ده نادل اللي كرد أوجي ده مثلا ده أفكاري بتحالف الدولي رب إدر مجبور كو الفيدري يا الفيدري دا كو كاربن إرهابي بدور في ببن بازارك عربية نا بازارك كردية بل كي تفيدا متتنا أنو أو رقا مهرن شرية رقا أم بارسنا عرضي خو بكن ومنطقة خو بكن شيء ترجمان بس بل كي فيدا قلما بأنو أو شرية رقا درقا بحر رضع شدر كذا أغيا ذبي وحبك خوارن وبي منطقة ما